أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا. هذه الآيات أتت بعد ماذا يا أيها الإخوة؟ بعد آية الصدقات، أحسنتم. هذه الآيات أتت بعد آية الصدقات. ما هي الآيات التي أتت بعدها؟ آية الدين. ما علاقة هذه المواضيع الثلاثة بعضها ببعض؟ نعم، هذا يسموها للعلم التناسب، التناسب بين الآيات. نحن نعلم أن القرآن نزل ليس بهذا الترتيب، أليس كذلك؟ القرآن نزل حسب الوقائع والأحداث، فأول سورة نزلت صدر سورة اقرأ، ومع ذلك نجدها في القرآن متأخرة. لكن من الذي رتب الآيات بهذا الترتيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إذا نزلت الآية يقول: ضعوا هذه الآية في المكان، في مكان كذا وكذا. ولذلك ترتيب الآيات إنما هو بإجماع أهل العلم على هذا الترتيب. ولما كان ترتيب الآيات هو من قبيل الوحي، فإن العلماء تلمسوا هذه المناسبات، تظهر أحياناً وتخفى أحياناً، لكن ما ظهر لنا منها فإننا نؤمن به ونظهره، وما لم يظهر لنا فإننا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم ربما يأتي من يظهره. طيب، هذه المواضيع الثلاثة: آيات الصدقات، ثم آيات الربا، ثم آيات الدين. ذكر ابن القيم رحمه الله المناسبة بهذه العبارات. قال ابن القيم: ذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق، ثم عقبه بالظالم وهو المرابي. وهو على العكس، المتصدق يبذل ماله في الظاهر أنه ماذا؟ ينقص، لكن الله ينميه. المرابي ماذا؟ يأخذ المال زيادة، في الظاهر أنه زيادة وهو في الواقع محق كما سيأتينا. إذن قال ابن القيم يعني على العكس تماما، يقول: ذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق، ثم عقبه بالظالم وهو المرابي، ثم ذكر الله تبارك وتعالى العادل. العادل من هو؟ في المؤد، آية الدين الذي ذكر الله عز وجل في الدين: وهو الذي يأخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان. يأخذ رأس ماله من غريمه لا يزيد ولا ينقص. إذن هناك ترابط جميل جدا، ترابط جيد. وأنا أقول يا أخواني، علم التفسير نحن في هذه الدروس سنحرص أن نفسر، لكنني سأضيف إليها إن شاء الله أحيانا بحسب ما يسمح الوقت
صنعة علم التفسير. وأنا أقول أدعو الإخوة أن يجعلوا أحياناً ربما في ثنايا الدورة أو أحياناً إذا كان هناك مجال صنعة علم التفسير، بمعنى أن يجلس الملقي والشيخ مع بعض الطلاب ويأخذوا وجهاً واحداً ويتدرب عليه، بمعنى يقول ما مناسبة هذه الآية؟ لماذا ذكر الله هذه الكلمة؟ كيف ذكرت هذه الكلمة؟ لماذا ختم الله بهذه الآية؟ لماذا أظهر في موضع الإضمار؟ اللي يسمونه صنعة علم التفسير، يتعلم الطالب علم التفسير، لأن التفسير إما أن تتعلمه أو تتعلم إيش؟ صنعته. وسأحاول أن أذكر لكم بعض الأشياء أثناء الشرح، لكن لأن الكمية كبيرة ما أستطيع أن أخذ وأعطي مع الإخوة، وإلا أنا من طريقتي في التفسير ألا أجعل التفسير من طرف واحد، وأن أجعل الإخوة المتلقين هم الذين يعطوننا أكثر الأشياء، لأن الشيء إذا حصل فيه أخذ وعطاء ونقاش والإنسان استنبط بنفسه. ولذلك يقول إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له منهج في التفسير، يقول أول ما تنظر في الآية انظر لها بنفسك، لا تنظر لأحد، انظر لها بنفسك وحاول أن تتدبر تستنبط تتعلم، ثم قيد هذه الأشياء، ثم ارجع إلى كتب التفسير ووازن مع نفسك كيف، هل أنت أصبت أو أخطأت؟ تجد أنك في الآية العاشرة تصيب أكثر مما أخطأت في الآية الأولى. وهكذا علم التفسير علم طويل، وكتاب الله عز وجل أكثر من 6000 آية، ولذلك تعلم صنعة علم التفسير من المهم. الله تبارك وتعالى، إذا ذكرنا الآن المناسبة يا أخواني بين هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا. الربا لغة الزيادة مطلقا، وهو ينقسم إلى قسمين، ربا نسيئة وهو التأخير ولا لا، وربا فضل وهو الزيادة، وربا النسيئة هو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرم ربا النسيئة بالإجماع، وقد حصل خلاف يسير في ربا الفضل. لا المهم، لكن الصحيح وأقوال أهل العلم على أن الربا كله نسيئته وفضله كذلك محرم محرم. قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا. كيف يأكلون الربا؟ طيب الذين يشربون الربا، طيب الذين يسكنون عن طريق الربا، لم يذكروا في القرآن، لم يذكروا في القرآن. أحسنت، نقول الله حرم الربا بجميع وجوه أنواع الانتفاع، لكن ذكر الأكل لماذا؟ لأنه أعم وجوه الانتفاع. دائما إنما يأخذ الإنسان الربا لماذا؟ في الغالب أنه يأخذه ليأكله، ولذلك حرم الله عز وجل ذكر الربا، ذكر الأكل هنا في هذه الآية، وإلا المحرم جميع وجوه الانتفاع أكلاً وشرباً وسكناً وغير ذلك، متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، سواء كان أكلاً أو غيره. ولذلك من العجيب، أنا ما كنت أتوقع يا أخواني أن أحد تطوف عليه مثل هذه الأشياء، حتى كنت في الصيف الماضي كنت مع طلبة أحد طلبة العلم في لندن، فتدارسنا بعض المواضيع، قال هل تعلم أن بعض المسلمين الآن يأخذون من البنوك الربوية بيوتاً يمولونها ليسكنون؟ فلما ناقشناهم قالوا والله ما حرم إلا الأكل. قلت أصحيح أن وصل بالناس هذا الفهم؟ قال إيه والله، بل يقول إنهم من الطيبين أحياناً. فاستغربت كثيراً، قلت كيف يعني يغيب على الناس هذا المعنى؟ يقول أبداً الله ما حرم إلا الأكل، تشرب تسكن أي غير ذلك ما في مشكلة، تأخذ من البنوك الربوية، وهذا من الجهل بكتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى، إذن قلنا أن الله عز وجل خص الأكل لأنه عم وجوه الانتفاع، ثم قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القيام هذا أين محله؟ هذا اللي يسميه صنعة التفسير، أين محل هذا القيام؟ القيام هذا العلماء فيه على قولين،
القول الأول قالوا إنه يوم القيامة، وعلى هذا أكثر مفسرين، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. ولذا قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. وهذا يا أخواني لا مجال للرأي فيه، فهذا نسميه من المرفوع حكماً. وهناك رواية عن ابن عباس أخرى: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. خذ سلاحك، المسألة معركة. ليش؟ لأن سيأتينا في آيات، ها ولا لا، أن الله عز وجل جعل إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس: الذي يأكل الربا في الدنيا إذا بعث يوم القيامة يقال له أول ما يقوم، هو أصلاً يا أخواني يوم القيامة الإنسان يعني ينشغل بنفسه، وأن تعرفون الأحاديث الكثيرة أن الإنسان ينشغل من أهوال يوم القيامة، فضلاً يحارب لا يمكن، هو الآن قد يريد أن ينجي نفسه فقط من هذه الأحوال. وإذاك تصوروا يا أخواني عظم أكل الربا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب، وقرأ آية البقرة، وقرأ آية البقرة. هذا القول الأول، أن أكل الربا إنما يكون يوم القيامة. القول الثاني أو القيامة، القيام القيام يكون يوم القيامة. القول الثاني أن القيامة هذا محله الدنيا. كيف؟ كيف محله الدنيا؟ يقولون، يقول من قال بهم من أهل العلم، أنهم لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر، لأنهم إيش؟ لأنهم سكارى بالربا، بحبهم للربا. وقالوا ليش أهل العلم، بعض أهل العلم قال إن القيام هذا في الدنيا؟ قالوا لأن يوم القيامة ليس له ذكر، الذين يأكلون الربا، لم يتقدم ذكر الذين يأكلون الربا يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولذلك قالوا لم يجري له ذكر، ولذلك اخترنا أن هذا القيام إنما هو في الدنيا. والأقرب والأولى أن الصحيح هو القول الأول، وأن القيام يوم القيامة. ولا مانع أن نقول هناك إشارة لتخبط أكلة الربا، لتخبط أكلة الربا في الدنيا. وأنتم تعلمون الآن الذي حصل يا أخواني بعد الاقتصاد العالمي لما انهار، ها بدأوا يتسارعون، ومن عداوتهم للإسلام يعترفون، شوف تخبطهم، يعترفون، يقولون إيش يعني، وصل بهم إلى أن يريدون، يقولون لن يصلح أحوالنا إلا ماذا؟ أن تكون الفائدة صفراً. أكبر رؤساء البنوك العالمية يقول لن يصلح أحوالنا من هذه النزلة إلا أن تكون الفائدة صفر. وش معنى الفائدة صفر؟ ما في ربا، كما هو الحل الإسلام. بل إنهم قالوا لابد أن ندخل الاقتصاد الإسلامي في اقتصادنا، وأن ندرس الإسلام في اقتصادنا، لأنه ثبت أن أقل من تأثروا بالأزمة العالمية من؟ ها البنوك الإسلامية التي لم. ولذلك تعرفون حكمة الله عز وجل في تحريم الربا، الله تبارك وتعالى حرم الربا لحكم عظيمة قصير النظر لا تظهر له، لكن والله لقد أعطانا الله عز وجل هذا الدرس العظيم في الأزمة العالمية، حتى إن كبراءهم يصرحون، يقول والله لن يصلح أحوال الغرب إلا بجعل الفائدة اللي يسمونها هو الربا، لكن هم يسمونها إيش؟ فائدة، إلا أن تكون الفائدة صفراً. طيب، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. القياس ماذا يكون؟ أحسنت، القياس أن يكون الربا، ذلك بأن الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس،
ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع متعارف عليه أنه إيش؟ أنه حلال. فليش قالوا إنما البيع مثل الربا؟ ها؟ عكس، عكسوا. إنما البيع هو الأصل أن يقول إنما الربا، أن يقولوا هم إن، فقالوا لا، إنما البيع مثل الربا، ها؟ لأنهم أصلاً لا يريدون القياس، إنما يريدون مجرد الاعتراض، ولذلك لم يدققوا حتى في صحة القياس. واضح؟ مجرد أن يعترضوا على حكم الله تبارك وتعالى، ولم يريدوا القياس أصلاً، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله عز وجل في القرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الواو هنا يحتمل أنها عاطفة. وش معنى عاطفة؟ يعني هذا من تمام كلامهم، من تمام كلامهم، ويحتمل أنها استئنافية من إيش؟ من كلام الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، وهذا من عدل الله. الآن أنت تبت، لك ما سلف، كما قال الله عز وجل: عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف، كما قال تعالى: فله ما سلف، يعني ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال الله متوعداً: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولذلك ختم الآية بقوله: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، فليؤذن بحرب من الله ورسوله. وإنما حرمت المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، وهي المحاقلة، كل هذا وردت فيها النصوص، وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شكلها يا أخواني لماذا؟ حسماً لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، يعني لا يعلم التساوي الرطب مع التمر اليابس. ولهذا قال الفقهاء، وضعوا قاعدة: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. يعني أنت لما تزيد تقول: والله أعطيك هذا 10 ب15، هذا إيش؟ هذه حقيقة المفاضلة. الجهل كذلك بالمماثلة، يعني أن تجهل هل يمكن أن يكون هذا مثله أو أقل كمثل إيش؟ هذه قاعدة يا أخواني في الربا. ولذلك الإسلام سد كل وسائل الربا يا أخواني، كل الأبواب أغلقها، لأن الربا يا أخواني عاقبته على الفرد والأمة وخيمة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك نجد بعض المسائل، نجد بعض العلماء يا أخواني، بعض العلماء يجيز بعض الصور وبعض العلماء يحرمها. السبب في ذلك أنها من الوسائل المفضية إلى الربا، فاختلف نظر أهل العلم، وإلا لم يختلف أحد من أهل العلم بحرمة الربا. ولذلك أشكل هناك بعض أبواب، كما ذكرنا في أول درس ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أشكل على بعض أهل العلم بعض أبواب الربا، وكان عمر رضي الله عنه يقول: وددت أن رسول ثلاث
وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد اللي هو ميراث الجد، والكلالة ميراث الكلالة، وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله. طيب، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، آية الربا. وروى أحمد أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: الربا 73 بابا. وجاء عنه: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، احفظوا هذا النص، آخر آية نزلت آية الربا. عندنا نص آخر سيأتينا يا أخواني أن آخر آية نزلت هي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسيأتينا إن شاء الله أن بعض السلف قالوا أحدث آية بالعرش آية الدين، يعني هي آخر ما نزل، وكلها سنفسرها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ما رأيكم يا أخواني؟ الآن عندنا كم قول في آخر ما نزل؟ 3 أقوال. القول الأول لا، آية الربا. القول الثاني واتقوا يوما. الثالث ها؟ كيف؟ ما الجمع؟ ها الشيخ؟ اليوم أكملت، هذا القول الرابع، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا ليس بصحيح. هذه الآية نزلت متى؟ نزلت في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، نزلت في حجة الوداع في عرفة. الجمع بين هذه الأقوال سهل جدا يا أخوان، نقول هذه الآيات نزلت كترتيبها في المصحف، نزلت جميعا، فكل صحابي أخبر عن بعض ما نزل. الجمع سهل ولا ما هو سهل؟ سهل الحمد لله، لأننا نراها الآن آية الربا، ثم واتقوا يوما ترجعون، ثم آية الدين، فهي نزلت جميعا. فصحابي قال آخر ما نزل ماذا؟ آية الربا، وصحابي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وصحابي قال ماذا؟ ها؟ آية الدين. طيب، نحن نقول يا أخواني إن آخر ما نزل آية الربا. طيب، معناه إن أكثر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الربا موجود، هل مهد له؟ نقول نعم. شوفوا، الشيء المتأصل في الناس من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيهم بالتحريم مطلقا. أنتم تعلمون أن الخمر حرم على كم مرحلة؟ 4 مراحل، كما قالت عائشة: والله لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأن الخمر كان متأصل جدا عنده. فأول ما نزل التلميح دون التصريح اللي هو آية النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يقول إنكم من ثمرات النخيل والعنب الذي كان في ذلك الزمان هو مادة الخمر أو أغلب مادة الخمر عندهم، تتخذون منه سكرا، يعني إيش؟ تخمرونه حتى يسكر، وتتخذون منه رزقا حسنا، تأكلونه في موائدكم رزقا حسنا، تقدم التمر، تقدم إيش؟ العنب. فكأن هذا مثل إيش؟ اللفت، لفت النظر. ليش؟ ثم أتت المرحلة الثانية وهي إيش؟ قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبعض إدائي الآن حتى الآن يخاطب الجانب العقلي ولا لا؟ التفكير، فكر، ما دام في إثم كبير إيش فائدة الخمر لي؟ المرحلة الثالثة أتى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فضيق وقت فكان يعني في ذلك الوقت
لا يستطيع أحد أن يشرب الخمر إلا إيش؟ في وقتين، بعد الفجر، لأنه وقت طويل ولا لا، يمديه يخمر ويشرب ويصحو، وبعد العشاء. طيب بعد الفجر عادة الناس ماذا يفعلون؟ للعمل، معناها أنه راح عليها الوقت. طيب إذا جاء من العمل بالليل أحسن له ينام حتى يعمل بكرة، ولا قاعد يسكر بالليل وينام عن عمل الصباح، فضيق هذا الوقت، ضيق، فما بقي إلا قليل أصحاب اليسار اللي ما يعني غير مرتبطين مثلا بأعمال معينة أو شيء. حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقالوا انتهينا انتهينا، وتابوا وسالت أزقة المدينة بالخمر. متى؟ لما استقر الإيمان في قلوبهم. وهكذا لابد أن يكون الدعوة. الربا يا أخواني بعض أهل العلم يرى أنه مر بمراحل كمراحل تحريم، لأنه متأصل عندهم، بل كانت قبائل ترابي قبائل معروفة، قبيلة كاملة هي التي تعطي القبيلة الفلانية الربا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور، ولذلك لا قال أول ربا، كان مشهور بقضية المرابات ولا لا، يعني كان هذا مبايعته، قال أول ربا أن أضع ربا من؟ ربا العباس، أول ربا. مراحل تحريم الخمر، المرحلة الأولى يا أخواني قول الله في آية الروم، آية الروم إيش؟ مكية. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني إيش؟ إشارة التفريق بين الزكاة وإيش؟ ها؟ الزكاة هي النماء الحقيقي وهي المضاعفة الحقيقية بخلاف الربا، فهي إشارة إلى الربا أنه لا ينمو بخلاف قصد صاحبه، وهو يقابل آية تحريم الخمر آية النحل ومن ثمرات النخيل. ثم أتت المرحلة الثانية، الإشارة إلى اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فإذا كان حرم على اليهود، ألا يمكن أن يحرم على خير أمة أخرجت للناس؟ من باب أولى ولا لا؟ من باب إشارة. ثم أتت المرحلة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إيش معنى أضعافا مضاعفة؟ يعني لا تأكلوه أكثر من ضعف، هذا معنى الآية، بمعنى أن العشرة تكون 20، ما تكون إيش؟ أكثر من ضعف. فسقط جملة كبيرة من الربا، يعني ضيق مادة الربا. بعض الناس يقول والله بعض المرابين الجشعين يقول ضعف واحد أنا ما يكفي، ما أنا مرابي، واضح؟ ثم نزلت الآية الحاسمة للربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فحسم الله مادة الربا قليل وكثير. وإني أعجب من بعض المفتين الذين أفتوا وأنتم تعرفونهم أنه يجوز إلى الضعف استدلالاً بهذه الآية. طيب لماذا لا ترد هذا إلى المحكم الذي نزل بعده؟ لماذا لا ترد؟ يقول يجوز الضعف، أن ترابي إلى الضعف، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب وكفر بعض. وإلا ما الذي جعلك تأخذ الآية أضعاف المضاعفة ولا تأخذ قول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قليله وكثيره؟ في الآية يا أخواني إثبات ماذا؟ في الآية إثبات المس وأنه حقيقة أثبتها القرآن، بخلاف من ينكر صرع الجن للإنس. وإلا ما ضرب به المثل، لأن الله لا يضرب مثل بما لا يعرف الناس، لا يضرب الله عز وجل أمثال بما لا يعرفون. ولذلك لما ضربها معناه أنها حقيقة واقعة، وعروه هذا شيء مشاهد حتى بين الناس. ثم قال الله تبارك وتعالى يا إخواني يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق فيه وجهان، يمحق يعني يزيل في اللغة، لكن كيف يمحق الله الربا؟ بعض الناس يقول والله أنا أشوف البنوك كل يوم أرصدتها تزيد، شلون يمحق ويزيل وأنتم تقولون أن القرآن يقول يزيل؟ نقول المحق يا أخواني على وجهين. الوجه الأول زواله بالكلية من يد صاحبه،
الوجه الثاني زوال بركته، فلا زوال بركته فلا ينتفع به بل يعذبه. ولذلك يقال أن آكل الربا دائما قلق على ماله، تجد عنده حب وجشع، أصلا ما أقدم على هذه الكبيرة العظيمة إلا إيش؟ إلا من جشع، فتجده قلق. بدل ما يكون المال يا أخواني راحة للإنسان يكون سببا لشقائه. وقد يعني قص لأحد الإخوة قصة عجيبة تعجبت منها أيما عجب. يقول إن أحد الإخوة من الطيبين، وهذا هو صاحبنا اللي قال إن الأخوان يسكنون يأكلون الربا سكنا، يأخذون، قص عليه قصة لأحد الإخوة هناك. يقول إنه كان من الإخوة وأخذ يعني الذي ظاهر هذا النص الذين يأكلون الربا، وكان عنده مبلغ 300,000 جنيه استرليني، واشترى بيت من البنك. قلنا له يا أخي اشترى في الربا، قلنا له اشتر من مالك الموجود، قال لا مالي هذا سأبيع واشتري فيه، هذه فرصة اشتري من البنك، قلنا الربا، قال لا الله قال يأكلون الربا. يقول فاشترى من البنك ويحدثني صاحبي والله أعرفه كما أعرفك تماما، وكان هذا الرجل إقامته في البلد إقامة غير نظامية، فلا يستطيع إيداع هذا المبلغ الكبير في البنك، فوضع في بيته. فكأن الله عز وجل أراد خذلانه، فحدث بعض الناس أن عنده مبلغ من المال، فلما خرج أتى السراق وأخذ 300,000 كلها، وحلت عليه ماذا؟ أقساط البنك. يقول والله رأيت ذلك الرجل المستقر بعد أكله للربا يسير في الشارع والناس يضحكون عليه، تغير رأيه من هول الصدمة. الآن المال الذي جمعه كل عمره جمعه 300,000 جنيه استرليني، يعني ما يقرب من مليونين، ذهب وبقي عليها أقساط البنك. هناك البنك البنوك لا ترحم، ممكن يخلعون ثوبه الذي عليه، يحجرون عليه أي شيء يأتي. فصدق الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن يا أخواني المحق إما يكون بزواله بالكلية كما حصل لصاحبنا، أو ذهاب بركته كما قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني إلى قليل. ويربي الصدقات، قرئ يربي ويربي، أي يكثر وينمي ويضاعف ويزيد، كما قلنا أنه بخلاف الظاهر أن الربا ظاهره الزيادة وهو محض، والصدقة ظاهرها النقص وهي زيادة. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله عز وجل لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، والكفار مبالغة من الكفر وهو الذي يكثر فعل ما يكفر به، والأثيم المتمادي في ارتكاب الإثم المصر عليه. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ذلك سبحانه وتعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي أخافوا الله عز وجل وراقبوا فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين. وشوفوا فاتحة الآية وخاتمة الآية، لن يترك أحد يا أخواني الربا إلا لإيمانه. ليه؟ لأنه لو كان هناك شيء
غير الإيمان لدعا الله عز وجل به عباده. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. دعاهم بماذا؟ بالإيمان. وختم الآية بقوله: إن كنتم مؤمنين. لأن النفس قد جبلت على الجشع، جبلت على حب المال، والله لن يدع الربا أحد إلا من أجل إيمانه وخوفه من عقاب الله تبارك وتعالى. وإلا الربا من أسهل ما يكون، تحط المال في البنك ويجيك زيادة مضمونة، خسر البنك زاد ما عليك منه. لكن لن يدع الربا إلا إخواني من دعاه إيمانه لترك الربا. ولذلك فتحت الآية بالدعوة إلى الإيمان بصفة الإيمان، وختمت كذلك به: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كما قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا خذ سلاحك. الحرب، المسألة حرب، من يقدر على محاربة الله ورسوله؟ ثم قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأذنوا فاعلموا. فالأذان الإعلام، ولذلك قال الأذان الإعلام بوقت الصلاة. إذا تاب الإنسان يا أخواني من الربا، قال الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم. ما هو رأس المال؟ ممتاز. طيب، يعني إنسان يا أخواني بدأ الربا معه 10,000 ريال وتاب عنده 1,000,000 وباقي عند الناس أموال، له 10 ولا 1,000,000؟ 10. هذا قول جماهير أهل العلم، أن رأس المال اللي هو إيش؟ رأس المال قبل الربا. فلكم رؤوس أموالكم أي قبل الربا. يعني ركزوا معي في هذه المسألة، لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جعل هذه الآية من أدرجها في كتابه تفسير آيات أشكلت على العلماء، وجعلها من الآيات المشكلة، وقال إن الصواب ما ذكر. إذن أنتم تقولون إن رأس المال هو ماذا؟ 10 اللي هو ما قبل الربا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له رأي آخر، وهو يقول أن رأس المال ما كان قبل التوبة، ما كان قبل التوبة. ما الفرق بين القولين؟ فرق كبير. بمعنى أن الرجل الذي بدأ الربا عنده 10,000 وتاب عنده 1,000,000، رأس ماله ماذا على قول شيخ الإسلام؟ 1,000,000. ورأس مال وعلى القول الآخر 10,000. الله قال رأس فلكم رؤوس أموالكم. طيب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، اختاره لماذا؟ ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. يقول شيخ الإسلام: ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. إذا جيت للمرابي ضعف إيمانه ورابه، ثم جيت له قلت تب إلى الله وعنده قصر وعنده خير وعنده، والله وده يتوب، كبر بالسن وده يتوب، الله زرع في قلبه إيمان، ارجع إلى الصفر. هذه مما يعينه على يعين الشيطان عليه. يعني لكن نحن نريد إيش؟ يقول شيخ الإسلام: من تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف في الناس في التوبة بكل طريق. ولذلك يقول شيخ الإسلام، استدل ترى بأدلة كثيرة، يعني ليس هذا محل بسطة، راجعوها في الكتاب المشار إليه اللي تفسير آيات أشكلت. لكن يقول: حال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الربا ما أمر الناس برد الزيادات، وضع الربا وسكت عما أخذوه، سكت عما أخذوه. وهذا والله تبارك وتعالى أعلم هو الصواب، خاصة في زماننا الذي تعقدت فيه المعاملات المالية. الآن معاملات البنوك وغيرها، معاملات أحياناً نرى من فضل الله تحول كثير من البنوك الآن عندنا حتى في السعودية إلى إيش؟ المعاملات الإسلامية. فعلى هذا القول يشجعهم ويعينهم، خاصة وأن الآية تحتمل هذا الكلام،
والنصوص الشرعية كذلك تؤيد هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم برد الزيادة منذ أن رابوا. ولذلك الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن رأس المال هو ما كان قبل التوبة. لكن إنسان مسوي معاملة واستلم المليون وعنده قضايا ربوية بخمسمائة ألف مثلا، يأخذها؟ ما يجوز، خلاص يضعها، خلاص ما يجوز. التوبة من الربا تتوب عما بقي، والله عز وجل يتولى أمرك فيما سلف. وعندنا نصوص شرعية أن الله يبدل الحسنات سيئات، ويدعى التائب بكثرة الصدقة لعل الله عز وجل أن يتقبل توبته. لكن في أحكام الدنيا هذا هو المراد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.